هذا يقول يطلب انه يدعى له يترك التدخين، يترك التدخين. طيب ما تترك التدخين الا اذا دعي لك، اترك التدخين هذا بمقدورك انك تتركه تبتعد عنه، اترك التدخين وبادر ولا تطلب من الناس يدعون لك انك تترك، انت قادر على تركه بدون اي تدخل. هذا من الكسل وهذا من تأخير التوبة، عليك بالتوبة والمبادرة. نعم.